زار العماد داود راجحة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع الطراد الروسي حامل الطائرات كوزنتسوف، وكان في استقباله هناك السفير الروسي بدمشق ونائب قائد أسطول بحر الشمال اللواء البحري فيتكو ألكسندر وقائد الفرقة البحرية وقائد حاملة الطائرات كوزنتسوف وعدد من الضباط الروس. واستعرض سيادته حرس الشرف فيما كانت مدفعية البارجة تطلق 21 طلقة ترحيبا بسيادته. أي وقت من اليوم. وجال العماد راجحة على أقسام البارجة واستمع إلى شرح مفصل لطبيعة المهام التي تنفذها ونوعيات السلاح الذي تحمله، وألقى كلمة تحدث فيها عن التاريخ العريق للأسطول الروسي. وألقى كلمة تحدث فيها عن التاريخ العريق للأسطول الروسي والعلاقات التاريخية الروسية السورية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل ودور هذه العلاقات في خدمة السلم والأمن وتعزيزهما في المنطقة والعالم. وأشاد العماد راجحة بمواقف روسيا المشرفة إلى جانب سوريا في هذه المرحلة مؤكدا بثقته بصلابة هذا الموقف في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سوريا.